شاء الله إن شاء الله النهاردة هشرح لكم بعض العناصر الإلكترونية. إيه العناصر الإلكترونية قدام مني؟ أنا عندي دلوقتي في هنا هوت دي مكتوب عليها ده أي سي 7805 مثبت فولت، ماشي. طب دولت ديود، ودولت زمر، ودولت سيليكونات بنسميها ديود برضو، ودي بريدج، ودي مقاومة متغيرة، ودي مقاومة ربع واط، ودي مقاومة واحد واط، ودي مقاومة بس بسميها مقاومة بي تي سي، كمان بسميها مقاومة بي تي سي. دي ترانس 12 فولت. ازاي نقيس المكونات ديت؟ انا همسك لك الزنارات الاول او الديوتات الاول. همسك الاول الديود ده لهوت، دي ديود مكتوب عليه 148. طريقة قياسه ازاي؟ بحط الموجب هنا، وقيت كده بيديني قياسة، احط الاسمر مكان الاحمر ما يدينيش قياسة، اذا الديود ايه؟ سليم. طيب ده زنر حوالي 12 فولت 7 فولت 10، في زنارات كتيرة جدا، بس هنقيسه شوف يقيس طريقة قياسه ازاي. هنحط الاسمر كده ونقيس بالاحمر، مفيش قياسة مفيش قراية. هنحط الاحمر مكانه هيديني قياسة، يبقى اذا قياسة الزنر هو نفسه قياسة الديود. طيب هنمسك السيليكون ده قياسته ازاي؟ هنحط ده سيليكون حوالي نص امبير او واحد امبير، نحط المؤشر الاحمر نقيس بالاسمر اداني قياسه، نحط الاسمر ونقيس بالاحمر ما ادانيش قياسه. اذا الديود والزنر او السيليكون كمان دول كلهم قياسه واحده، بيقيس من ناحية ومن ناحية لا. ده سيليكون 3 امبير، ده نص امبير او 1 امبير، دي 3 امبير، وفي منه 4 امبير. ادي قياسة اهيت، هنحط الاحمر مكان الاسمر مفيش قياسة. اذا قياسة الديود اللي هو الازاز هو نفس قياسة الزنر لما يكون بالافوميتر بعيد عن الكهرباء، هو نفس قياسة الديود اللي هو السيليكون، نفس التلاتة امبير. التلاتة امبير طبعا احنا في سيليكونات بتبدأ من نص امبير او اقل لغاية 10 امبير وعشرين امبير واعلى كمان. ديت مقاومات، المقاومة دي احنا بنسميها مقاومة كربونية. وطريقة قياستها ازاي؟ احنا بنحسب الالوان اللي عليها وبتطلع قيمتها. ديت مقاومة هيت مقاومة ثابتة كربونية برضو حوالي 1 واط او 2 واط، بس المقاومة ديت مكتوب عليها. ديت مقاومة متغيرة، ودي مقاومة بنسميها بي تي سي، مقاومة بي تي سي. طيب انا عاوزك تفرق بين الديود وبين الزنر، هتعرف ازاي؟ اولا انا هعمل لك تجربة دلوقتي هوت عشان تفرق بين الديود وبين الزنر. انا جبت ترانس هوت 12 فولت، ممكن اعرف الزنر دوت، انا مش شايف عليه اي كتابة، بس ممكن اعرف قيمته ازاي عن طريق اللي انا هعمل لك عليه. انا معايا 12 فولت هوت،
ممكن احاول اجيب مقاومة حوالي 1 كيلو او 2 كيلو واحطها على الموجب. مثلا نجيب مقاومة دي مش 2 كيلو بس هي حوالي 500 اوم تقريبا او حاجة زي كده. هنوصلها بالموجب واجيب السيليكوندرات او الزنر او الديوت اللي انا معرفش قيمته، هحط الناحية اللي ما فيهاش علامة احطه في السالب، واقوم واخد الناحية اللي فيها العلامة مع المقاومة واقوم موصلها ببعضها. هجيب الافوميتر، هحط الارضي على الارضي واقيس الناحيه دي، هلاقي الافوميتر مدينا قد ايه؟ 5 فولت، 4 فولت يعني حوالي 5 فولت. يبقى الزنر ده اهوت 5 فولت. طيب انا عايز اعرف قيمه الزنر الثاني، اعرفه ازاي؟ هنفك الزنر ده ونركب الزنر ده الازرق ده اهوت نجربه. هناخد برضو الناحيه اللي ما فيهاش علامه هنحطها بالارضي بالسالب، بسالب الكهرباء، وناخد اللي هو اللي فيها العلامه نحطها بالمقاومه، ونجيب الافوميتر نحط هنا الارضي ونقيس الناحيه اللي فيها المقاومه، هنلاقيها 11 فولت 12 فولت. يبقى اذا الزنر دي كام فولت؟ 12 فولت. يبقى هنا تعرف ان الزنر فايدته انه بيثبت الفولت، بيثبت الفولت. اذا كان زنر 5 فولت يبقى هيثبت لي الكهرباء خلال 5 فولت. اذا كان زنر 11 فولت او 12 فولت هيثبت لي الفولت. طب انا هعمل تجربه بالدايود ده، هشوف هيثبت لي الفولت ولا لا. هنجيب دايود من اول ازاز ده الاول. يا ذات. هنحط برضه ناخد الحاجات اللي ما فيهاش العلامه نحطها بالارضي، وناخد دي نحطها بالمقاومة اللي فيها العلامة. قيس، هنحط الأرض هنا، هنحط هنا. هل الديود ده ثبت لي الفولت؟ لا. الترانس دي خارجه 14 فولت. أدي أهو نقيس أهو، نقيس الترانس. 14 فولت أو 13 فولت، أدي أهو 14 فولت يا عم. بص كده على الفوميتر 14 فولت الترانس اهو، خارجه 12 فولت 14 فولت. هنيجي نقيس الكهرباء اللي هي على الديود، هنلاقيها 14 فولت. يبقى اذا دي ديود مش زنر. لكن لو ثبت لي الفولت، لو ثبت لي الفولت اذا الزد ده يبقى زنر. يبقى الفرق بين الديود والزنر ان الديود ما بيثبتش فولت، الزنر بيثبت فولت على حسب اللي رايل عليه بقى. كان سواء كان زنر 5 فولت او 6 فولت او 12 فولت. كده عرفنا الفرق ايه ما بين الديود والزنر. طيب ده اي سي كهرباء برضه بيثبت الفولت، مكتوب عليه ايه؟ ال ايه 7805. يعني ايه 7805؟ نفس التركيبة اللي انا عملتها اهوت، المقاومة والزنر هي تقريبا متكونة جوه في قلب الزنر ده. طب انا هجرب كده. الترانسفير الاي سي ده وشه ليا انا. انا عندي ده ريجوليتور، ريجوليتور هنقيسه ازاي؟ انا الترانزستور ده وشه ليا، هاخد الموجب واوصله هنا اهو. هاخد الطرف اللي على ايدي الشمال ده اهو واوصله لايه؟ الموجب.
هوصل ده الطرف ده اهو بالموجب. لازم خلي ده دلوقتي هناخد السالب اللي هو الارضي هنوصله بالارض اللي هو الطرف اللي في النص. ماشي. هنجيب بس يا بجد ما فيش فايدة نتكلم انجليزي كده. انا لحمت الموجب في الطرف الشمال ماشي، والارضي وصلته بالارض. على فكرة الارضي ده اهو ارض الاي سي هو نفس الارضي اللي في النص هنا. هنقيس بقى بالافومتر، هثبت الارضي هنا اهوت السالب واقيس بالافومتر كده هلاقي خرجت لي 4 فولت. المفروض يتحط هنا مكثف، ومكثف احطه على الارضي واحطه على الكهرباء ده اهيت هيخرج لي 5 فولت بالظبط. معنى كده ان 78.05 بيخرج لي 5 فولت، وفي 78.012 بيخرج لي 12 فولت. يبقى اذا دي بيثبت الفولت، والفكره انا عملتها لك المقاومه والزنر بتثبت الفولت. طيب في عندي ايه؟ في عندي هنا دلوقتي في مقاومه اهيت ومقاومه اهيت ومقاومه اهيت. المقاومه ديت بنسميها مقاومه متغيره، مقاومه متغيره مشهوره بين الصناعيه بيسموها ايه؟ بط، ب واو ط، بط. مقاومه متغيره ازاي؟ انا همسك المقاومه ديت هظبط الافوميتر على قياسه الديود على البزر. الطرفين ده لهمت بيتقاسوا كده مفيش قياس، لا ممكن تكون البوت ده اكتر من 10 كيلو، هنظبط على 20 كيلو. هقيس كده البوت ده 10 كيلو، 10 كيلو 73%، يبقى دي 10 ايه؟ 10 ده بقيس المقاومه بتاعت البوت. المقاومه ده ايه؟ البوت دي له مقاومه. هاجي بقى اقيس الطرف اللي في النص ده اهو. على فكره البوت ده مظبوط على النص بالظبط. هاجي كده هلاقي ايه؟ قايس 6 كيلو كده 6 كيلو. طب عايز اعرف انه المقاومه دي شغاله ولا لا؟ هات الباك من جوه. بص الافوميتر ادي المفك اهوت وادي البوت اهو. خلي بالك انا واخد طرف من النص وطرف من المقاومه. هاجي اغير كده ايه اللي بيحصل للمقاومه؟ بقت 3 كيلو، بقت زيرو. اجي ازود المقاومه قيمه المقاومه شويه 2 كيلو 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو 10 كيلو. دي اسمها مقاومه متغيره، بتغير قيمتها على حسب زمان على حسب ما انت عاوز. طيب المقاومه دي نفس الحكايه، طبعا المقاومه بتقول عليها 10 كيلو، في 30 كيلو وفي 500 كيلو وفي مقاومه 220 اوم وفي 100 اوم و47 اوم في جميع المقاومات المتغيره. هاجي بقى للمقاومه الكربونيه ديت اقيسها احسبها ازاي؟ ايه طريقه حسابها؟ هاجي بقى عند المقاومه ديت طريقه حسابها ايه؟ خلي بالك احنا عاملين فيديو قبل كده بنعرف طريقه حساب المقاومه.
المقاومه ديت الوانها ايه؟ ازرق رمادي بني ذهبي. الذهب ده بنحسبوش على جنب، هنبدا من الناحيه دي من عند اللزق. اللزق لونه رقمه كام؟ بني احمر برتقاني اصفر اخضر ازرق، ستة. اللزق لونه ستة. طب الرمادي رقمه كام؟ الرمادي بني احمر برتقاني اصفر اخضر ازرق بنفسجي رمادي 8. اللون الثالث بني، البني بايه؟ بواحد. الواحد ده هخلي صفر. يبقى المقاومه دي قيمتها 680 اوم. لو جينا على الافمتر نقيسها ستمية واحد وستين اوم. معنى كده ايه؟ معنى كده في نسبة عجز اللي هو الدهري ده نسبة عجز. طلعت بقى المقاومة 680 اوم بالظبط، يبقى كويس. طلعت 660 اوم يبقى 10/10، يبقى في نسبة ايه؟ عجز. يبقى المقاومة دي سليمة. هذه المقاومة تانية. المقاومة ديت، المقاومة دي احسبها ازاي؟ الالوان بتاعتها اصفر بنفسجي بني ذهبي. الاصفر بكام؟ بني احمر برتقاني اصفر باربعة. البنفسجي بني احمر برتقاني اصفر اخضر ازرق بنفسجي بسبعة. البني بكام؟ بصفر، بواحد. هنحط صفر واحد بس. يبقى المقاومة دي قيمتها 470 اوم. طب نقيسها على الافوميتر. خلي بالك الذهب قلنا ايه؟ ده نسبة تفاوت، نسبة عجز. يبقى في نسبة عجز كام في المية؟ 10%، 20%، 5%. المقاومة دي قيمتها 456 اوم. هي نفسها 470 اوم، يبقى المقاومة دي سليمة. المقاومة دي ايه؟ سليمة. في عندي بقى حاجة أنا نسيت أشرحها لكم اللي هي دلهيت. هنعرف الفرق دي سلوكونات. ممكن من السلوكونات ديت أعمل واحدة زي دي اللي هي اسمها بريدج. في بريدج كمان أهو. الاتنين دول زي بعض. طيب أقيسهم إزاي؟ طب أعمل بريدج إزاي من أربع سلوكات ده جاي لي بايظ وتالف؟ اعمل اربعة، اعمل واحد زي ده ازاي؟ كالاتي. بجيب اتنين سيليكون دول بتوصلوا بدول يديني زائد. واعمل اجيب اتنين سيليكون تانيين بنفس الاتجاهات دي دول اوصلهم ببعض يديني نقص، واقوم موصل ده بده وموصل ده بده. ده هحط له اي سي هيخرج لي من هنا موجب زائد ومن هنا زائد. اي سي بقى كان 200، سواء كان 220 فولت ماشي، سواء كان 12 فولت مش مشكله. اي فولت هتدخله هنا هيخرج من هنا موجب ومن هنا سالب. بعد كده بحط مكثف حسب القيمة اللي داخله. طيب البريدج ده قيسه ازاي؟ اللي هو ده الهوت. هنمسك الطرفين اللي على اليمين اللي على الشمال. قيس اديتني قياسة. هنقلب الافوميتر. قيس اديتني قياسة. همسك الطرفين على اليمين. مفيش قياسة. كده في قياس اهي، قرايه اهي. يبقى الدايود ده البريدج دي سليم. طب هاجي اخد مثلا البريدج ده